ما هي ماشية مع الطاي ها؟ مباراتين ورا بعض. لكن ابو بدر هذا الهدف رقم كم بالراس اللي نشوفه من خلال سنتين لضمك؟ صراحة احترام كبير للأندية اللي لها لون كذا محدد. الطائي أفضل أندية الدوري السنة الماضية بتسجيل الكرات الرأسية، بالرغم أنه كان يعاني من على أعتاب الهبوط، تتغير الأسماء، ضمك الكرات. لحظة، ضمك مش الطائي؟ عفوا، ضمك. أيوه، وين لو تتذكر أبو بدر فجعني قلت الطائي السنة الماضية. يا أخي أنا مضيع أنا ولا شو السالفة؟ أنا معتمد أنه هو ما يغلط ترى. يلا يلا طبيعي. ما في أحد ما يغلط أبو بدر. ضمك فعلا من الموسم الماضي احنا نتكلم عن هذا اللون وبدر وهذا الاتقان، حتى بالاسماء الجديده تشوفهم يسجلون الكرات الراسيه. على صعيد المباراه اليوم انا شفت الطائي لما انا في اسوء حالات، يعني حتى مباراه الهلال كان الطائي يعني يستطيع الى حد كبير ان يتحمل ضغط الهلال ويدافع الى ان يسجل الهلال في اخر الدقائق. اليوم مرمى الطائي كان مكشوف اكثر من مرمى، لوكوف تصدى الانفراديه من سكتاش في الشوط الاول كانت محققه، ومع ذلك انقذها الحارس المجري، ورغم ذلك استمر الطائي بعدم مقدرته اطلاقا بان يصل الى مرمى ضمك، ما سدد ولا كره اليوم على مرمى ضمك، بعكس ضمك اللي دائما يعني كان يحاول دائما ان ياخذ المبادره وان يصل الى مرمى الطائي، بالرغم من امتلاك الكره بعمومه كان اكثر للعبه الطائي لانه كان امتلاك سلبي للامانه. ما تعودت اني اشوف مثل هذا النوع من عدم الوصول، ولكن على الصعيد الاخر انا احيي نادي ضمك دائما ان خصائص امتيازه دائما او هي على راسها تسجيلهم دائما من الكرات الراسيه حتى مع اختلاف الاسماء لأنهم دائما متميزين فيها. اليوم يحصدون أول ثلاث نقاط على أرضهم بنفس الميزة اللي تعودنا نشوفها. دائما هذا اللون يعني ما يكون خلينا نقول عداد الصدفة، دائما خلفه عمل بدني، عمل خلينا نقول تكنيكي، عمل حتى تكتيكي من المدربين اللي يحضرون لنادي ضمك. فألف مبروك لهم ولجماهيرهم أول نقاط في هذا الدوري.